جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: رجل بعيد عن أهله وله في كل أسبوع إجازة لمدة 3 أيام. قال له رجل: أعطيك مبلغ قدره 30 دينارا على ألا تذهب إلى أهلك في هذه الإجازة، وإذا أخلفت وذهبت في الإجازة إلى أهلك تدفع مبلغ 200 دينار، هل هو في حكم الرهان؟ هذا كله باطل، ولا يجوز منعه من الذهاب إلى أهله بما في ذلك من المضرة على أهله، فهذا عمل لا يجوز، ولا يجوز أخذ العوض عليه. نعم.